مساء الخير لكل لاعبين تابعونا على شاشة الام تي في. جورج خليل المخرج عم بيقول لي ولو بارود لابس فوتبول اول شيء فوتبول موجودة على الام تي في، ثاني شيء فوتبول سبور يا شو نقش على الحجر مثلا الفوتبول هي زيتها باسكت بول. نحن وياكم مع كل الجمهور يلي موجود هون حاضرين ببطولة الاندية العربية لايف مباشرة حصريا عبر الام تي في. مباراة حلوة كثير رح تكون اليوم مع الفريق اللي عم تشوفوه من لبنان، فريقكم يلي بتشجعوه الهومنتمن حامل لقب دوري لبنان، الدوري اللبناني بكرة السلة، كمان بطل الاندية العربية رح يحاول السنة يحافظ على اللقب. المباراة عم تلعب ضد سبورتنج من مصر، سبورتنج هو حامل اللقب بالدوري المصري كمان من الابطال الموجودين، فكل الاحترام والتقدير من كل شعب لبنان لمصر واهل مصر والرياضة بشكل خاص يلي على طول فيها تألق بمصر، فإذا مباراة مهمة كثير عم تكون. ثانك يو لكم المشاهدين يلي هيك بتلبوا الدعوة انه بتشوفونا وبتحضرونا اليوم بعد الظهر هيك بعد الغداء مروقين، وعم تشوفوا البارود والتشرقت اللي رح يكون بعد شوي، والعان بملعب لايف ناقلينكم اياه مباشرة من بلدية الشياح. مباراة مهمة كثير بين مصر ولبنان، شكرا لكل يلي لبوا الدعوة واجوا اليوم كثار عم يشجعوا لبنان أولا بعدين الهومنتمن، لأن الهومنتمن ونادي بيروت هن عم بيمثلوا كرة السلة بشكل خاص والرياضة بشكل العام والوجه الحضاري للبنان. رح نكون احنا وياكم اول شيء بالانترفيو مع جايال خوري، جايال اللي عم تكون كمان بحضورها الحلو والراقي والمميز. انترفيو بننتقل لعندي جايال. هاي باتريك، اليوم جيم كثير مهم لانه رح تتنافسوا على المركز الثاني، وبلشتوا البطوله بخساره ضد فريق صلاح، رجعتوا عوضتوها ضد الفتح، بس اليوم الجيم له حسابات ثانيه لانه فريق سبورتنج منه سهل ابدا، كمان قدر ينافس شوي سلا مع انه خسر. كيف محضرين لجيم اليوم؟ على العلم انه قدرتوا تعملوا سكاوتينج لفريق سبورتنج وتقدروا شوي تعرفوا طريقه لعبهم. صراحه مثل ما بتعرف الفرق الافريقيه مصر تونس مغرب كلهم they're very physical، سو بدي تكوني منتلي بريبيرد تلعبي فيزيكال هذا الجيم، وهن شوي مانو كثير سريعين، سو عم جرب نلعب تكون سريعه كثير اللعبه تبعنا اوفنس وعلى ديفنس ترانزيشن سريعه، وهذا لازم تكون الكي اليوم. نتمنى لكم كل التوفيق. ثانك يو. نرجع لعندك توني. شكرا لك جايل. فازا فريق الهومنتمن اللي عم يتحضر، بدنا نكون مع ميراس ميسيريان بهالوقت نائب رئيس نادي الهومنتمن. ميراس اهلا وسهلا فيك، كيفك؟ منيح؟ اهلا وسهلا فيك عبر الام تي في. نحن وياك رح نكون هيك بانترفيو لانه انت بتتابع على طول وبتكون حاضر وموجود على بكل المباريات اللي عم بتصير اليوم. الناس اللي موجودين بالملعب لبوا هيدا مش النداء، يعني هيدا لبنان على طول عم بيطلبوا لحتى يكونوا موجودين، جمهور كثير كبير من الهومنتمن. الفريق بدنا رايك اذا راضي على الفريق يلي بلش باول مباراه، معلش كان خساره بس كان عم يتحضر لانه في كثير عناصر جديده، في ناس كمان او لاعبين تركوا، في نيت يلي اجى من امريكا وكمان حسب الميديكال تيست ما قدر انه يكمل معكم، خبرنا رضاك عن الفريق، شو بدك تقلنا عن التحضير يلي راح يكون اليوم مباراه مهمه بين مصر ولبنان. بالمبدا فريق هومنتمن مش اول سنه بيكون عنده اختيار بالمبدا موفق على طول باستقدامه للاعبين اجانب، واستقدام نيت بعتقد كانت خطوه كثير مدروسه الى حين تبين بالتقارير انه هو اليوم لاعب منه جاهز ليقود المباريات، وعلى القليل المباريات الاولى، لانه هو كان بعد 6 تو 8 ويكس ممكن يكون حاضر، بس هالوقت ما كان بيناسبنا لنا تكون عم نلعب البطولة الحلوه اليوم. يلي بالمناسبه بحب اشكر فريق بيروت على الايفنت الناجح وعلى الاستضافه الحلوه، نعم. وتشجيعكم لفريق الهومنتمن اكيد غير انه فريق لبناني، بس تشجيعكم كمان بما انه هن فريق عم يلعب بيروت عم يلعب بالبطوله ذاتها، وعم بيكون تشجيعكم بالمناصفه للفريقين هذا شيء بنرفع له ميراس. بس سؤال بعد، المباراه مهمه اليوم اذا يعني الترتيب حكينا عن كلاسيفيكيشن، لانه في اربع فرق باربع فرق رح يلعب الاول ضد الرابع بالربع النهائي، عم يلعب الثاني ضد الثالث كمان اليوم، اذا الترتيب كنتوا الهومنتمن ربحتوا من الله راد الترتيب الثاني بتساووا ضد كمان الفريق الثالث من المجموعه الثانيه، واثق بفريق اليوم مباراه مع مصر؟ محضرين حالهم الشباب حسب التمرين اللي حضرته اخر تمرين؟ طبعا محضرين حالهم، واذا بدك توني يعني من دون غرور كثير، بس اجمالا الفريق البطل ما كثير بيعمل حسابات، بالمبدا استراتيجي هو لازم نربح كل الماتشات اللي بنلعبها لنوصل بالاخير للفينال. بنتمنى التوفيق كمان مره لفريق بيروت بهالبطوله. شكرا لك كثير. شكرا ميراس. ثانك يو ميراس ميسيريان نائب رئيس نادي الهومنتمن. بننتقل كمان لعندك جايل.
احمد بطل الدوري المصري رح يواجه اليوم بطل دوره الانديه العربيه، كيف محضرين لجيم اليوم وشو نقاط القوه برايك بفريق هومنتمن وكيف رح تتعاملوا معه؟ والله احنا طبعا بنلعب بطل لبنان فريق هومنتمن، احنا بطل مصر، اكيد مقابله قويه ان شاء الله تمتع الناس اللي بتتفرج على الماتش. طبعا اهم نقط القوه اللعيب السنتر المحترف الامريكي عند هومنتمن، لعيب قوي جدا، اتمنى ان احنا نوقفه، لو وقفناه هيبقى يعني ان شاء الله جيم في صالحنا بصوره كبيره. ثانك يو. عم شوف كنا الرقم 8 اللي هو كابتن الفريق احمد منير، وفريق سبورتنج متمايلت جايل هو حامل لقب الدوري بمصر، فاذا كل المصريين اللي عم شجعوا بلبنان اللي عم شوفونا بمصر وين ما كان، كل الاحترام لكم لكرة السلة المصرية اللي رح تكون اليوم، بتمنى كل التوفيق. نادي هومنتمن اللي عم تشوفوه قدامكم هو حامل لقب بطولة الأندية العربية، عم نحضر حالنا، جلسوا هيك قعداتكم وحتى تكونوا جاهزين وحاضرين لحتى نكون احنا وياكم ببطولة الأندية العربية. لبنان عم يلعب مع مصر، في شرط وفي بوم، ولنشوف الفريق اللبناني مع النشيد الوطني. كل التقدير للجمهور يلي موجود. بداية المباراة مع هاتش، هاتش اللي بيخدها على 3 بوينت، هاتش أول محاولة لإله ممتود، ريباوند لمصر. عبدين واللاعب رقم 15 عم يلعبوا باجنبي واحد يلي هو مات شو، فاز فريق سبورتنج كلوب من مصر عم يلعب باجنبي واحد، وهيك بياخذها لحد لحاله الكابتن على الوتان. بدايه المباراه حلوه كمان لفريق هو من هيدي الدانك عم نرجع نشوفها بالاعاده، كان سجلها وعمل الدانك عمر عبدين اللي هو بمنتخب مصر، رد له اياها كريس جونسون لاعب قبل الـ NBA بورتلاند تريل بليزرز. كمان 15 بياخذها على 3 بوينتس، حلو الريباوند، فيري نايس ريباوند لكريس جونسون. هاتش نمبر 15 بيعملوا اب سكرين، يعطيها محاوله كمان والنمبر 7 زينون بيعطيها لباتريك ابو عبود اللي ما بيسجل على 3 بوينتس. الحكم بعتقد بيحسب فاول خطا هون على النمبر 3. طبعا فريق السبورتنج اللي عم شوفه عم يلعب قدامنا باللباس الابيض من مصر وهن حاملين اللعب، ريباوند للهومنتمن مع الرستوم، رستوم يلي بيكمل فيها على السله اول ذا واي، حلو من الرستوم والفاول خطا على لاعب رقم 13 اللي عم نشوفه قدامنا عمر عبدين لاعب منتخب مصر، والرستوم بياخذ فاول وخطا للرستوم، عنده رميتين على الفري ثرو. بدايه المباراه عم تلعب بطوله الانديه العربيه، اللي عم نشوفه قدامنا هو مدرب الفريق دراغان بيتريسفيتش يلي كان عم بيدرب مؤخرا برومانيا وكان مع الفريق التونسي بال 2011 كمان مع فرق من تونس، فريق الافريقي مدرب ممتاز. 3-2 للهومنتمن، مباراة مهمة عم بيلعبها الهومنتمن اليوم، ورستهم بسجل 2-2 على الفري ثرو، نتيجة 4-2 هومنتمن من لبنان حامل لقب بطولة الأندية العربية، 2 سبورتنج من مصر وهو بطل مصر بالباسكت بكرة السلة بالموسم الماضي، نمبر 8 كابتن الفريق أحمد منير بياخذها على 3 بوينتس حلوة للمنير يلي هو كابتن الفريق من مصر. هاتش والنتيجة 5-4، نقطة واحدة لصالح مصر. هاتش بيعطيها للرستوم،
بياخذها على 2 بوينتس ريستوم قصير شوي ريباوند لعابدين عابدين بجرب كمان على السله كمان نمبر 8 بياخذها على 3 بوينتس ورا بعض والتايم اوت اكيد لجون جايز لازم يكون في تايم اوت للهومنتمن 3 بوينتس فري يعني ما في حدا عليه يشوفه كمان هون عابدين كان انزلق فيها طلع طلعوا رجع نمبر 13 كان لازم يدرب يكمل عليه ولو فوق يلي هو كريس جونسون تايم اوت You have to bump and come back straight. One pass away, we have to help, but stay, get the ball and get back. Contain threes, but it's fine. It's, but we need to capitulate on the But have to be close, Dave, yeah. because this guy no problem, he will penetrate. He will split. Okay, run out the moves too. You can start to run out the moves. Listen. Yeah, inbound. Inbound. See this speed. Shot, shot. Good. باتريس فيتش عم نشوفه قدامنا المدرب للفريق المصري من بعد ما كان احمد مرعي مدرب ممتاز لفريق سبورتنج مصر 7 سنين مع جهاز الفني الجهاز الفني كملوا بقيوا مع المدرب باتريس فيتش بس هو ترك لحتى يروح على دبي هاتش والنتيجه 8-4 رميتين على 3 بوينتس كان حطتهم يعني 6 نقط من 8 لمصر حطهم كابتن الفريق احمد منير يس راحت السله وراح البارود فيها لقدام رائعه من كريس جونسون لعب قبل سامي بالان بي اي هلا بيلعب مع الهومنت من بيروت فيري نايس بلاي عبدين اللعب رقم 7 ميدو بياخذها هاتش طبيب الاوت لصالح سبورتينج عم شوف التمريره حلوه كثير فيري نايس باس ريستوم شو حلوه ليكو هيدا الباس هيك دانك اليوب بوم بوم اخ سا في مال 8-6 لمصر على لبنان عابدين يلعب مسكر عليه هاتش عماره عابدين تحت السلة هاتش اوت طابي لصالح الهومان بين بوسيشن من برا تبديل ميدو بيفوت محل رقم 13 اللي هو عابدين اوت باتريك وابو دخل على 3 بوينتس قصير شوي باتريك بلش بالمباريات الاولى اللي لعبت فيها كانت عم تطلع اقوى شوي طابت ال 3 بوينتس عم تطلع قصيره طابي بلاوت لصالح مصر 8 سبورتينج 6 هومنتمن طابي مع خورشي نمبر 55 خورشي لكابتن الفريق احمد منير بيخدعه بده يتلاقى حل بده يتلاقى حل مع الهومنتمن ما بيصير 3 نقط 9 نقط من اصل 11 3 نقط انحطوا 3 بوينتس من سبورتينج تم اول وحده شاطه تبني اوكي ثاني وحده اوكي فهمنا ثالث وحده كثير عم بينترك فوق كابتن الفريق المصري سبورتينج صار حاطط 3 3 بوينتس نتيجه 11-6 لمصر ميدو مات شو لعب الاجنبي مع فريق سبورتنج انتبهوا قبل شوي انه عم يلعبوا مع اجنبي واحد والفريق المصري والجهاز الفني بفضلوا انه يكون في اجنبي واحد لانه هيك بيلعبوا بالدوري كمان تنقطع بترجع تروح لريستوم الهومنتمن ريستوم لباتريك وعبود هاتش كمان هاتش كمان 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 هاتش على 3 بوينتس تيك ات ماي مان يس هيدي اياها تسمع البارود وبتشوت Very nice shot. شوفوا up screen. Yes. حلو كثير 3 points لهاتش. بنزل الفرق لنقطتين. جونسون كان سبقه بالموف. رقم 55 عم شوفوا محمد خورشيد من مصر.
13 9 وبياخذ فاول، ياخذ فاول. هذا الخطا اللي شفناه خطا صحيح على كريس جونسون لاعب السنتر اللي بيلعب مع الهومنتمن. فري ثرو بتنحط، جونسون بيجيب ريباوند، هاتش بينزل فيها. مباراة اللي عم تصير بطولة الأندية العربية، مصر ضد لبنان، الهومنتمن حامل لاعب الأندية بطل الأندية العربية وشوطة كريس جونسون، كانت تمريرة حلوة كثير من هاتش. 13-9 نتيجة عم تشوفوها قدامكم بالكوارتر الأول، 4 دقايق و 36 ثانية. أحمد عمارة نمبر 7 نايس، كريم زينون جود ديفنس، جود ديفنس، جود نايس بلاي هاتش يلي بيجيبها حلو. ريستون 13 شوطة مان، 13 باس ما بينعطى لبرا سانتا تحت السلة، ما بينعطى، بتعمل فيك وبتشوط. فريق المصري ما بيحطها كمان. ريستوم نازل فيها، ريستوم كمان اب سكرين بيك اند رول. ريستوم يلي بيعطي جونسون، جونسون يلي بيعمل الموف، جود بلاي من جونسون ما بتتسجل. والطابة لصالح لبنان، لومنتمن جون جايس قدامنا مدرب فريق لومنتمن. لكن اللي عم يتابعونا هلا عم شاشة الام تي في حصريا بطولة الاندية العربية لكرة السلة، والفريق اللي عم تشوفه قدامكم ريستوم يلي انتقل جديد على الهومنتمن، هومنتمن حامل لقب بطل الاندية العربية. هاتش بياخذها على 3 بوينتس، ريباوند لمصر، كابتن فريق احمد منير صار عاطل 3 نقط لهلا. ايه ايه انا عم خبركم، مش هلا عم يتابع 3 نقط بعد اول كوارتر. دبل تيم، جود ديفنس من فريق هومنتمن، اكسلنت بلاي، برافو ديفنس، كمان كمان ريباوند لجونسون، يس كريس كمان. هاتش هاتش بيكمل فيها على سالي، بفوت بياخذ خطا. شو حلو هاللاعب هاتش، 3 مرات NCAA بلاير بيربح الشامبيون شيب بفلوريدا. شوفوا هاتش يلي بفوت، خطا وفاول على لاعب رقم 5 احمد هشام. حلو لهاتش، وات ا نايس بلاي ماي مان، بوم بوم بوم. 13-11 13-11 لصالح فريق مصر. ولا عم ينعمل جود ديفنس على كابتن الفريق، شوفوا نمبر 5 نايم بيخدها بعيد كثير، اوه نايس شوت. ميدو بيخدها بعيد كثير بعد تحدي، يعني ايه ما انا مش على الثلاثة، نو نو على قصري يعني. كمان فيري نايس بلاي من هاتش، شو حلو هاللعب يلي عم تشوفوه قدامكم، اكسلنت بلاير مع الهومنتمن. ولا عم يتحضروا لحتى يفوتوا، محمد خورشيد يرجع يفوت مع عابدين على المباراة، والفريق المصري عم يلعب مع أجنبي واحد يلي هو مات شو. كمان جود ديفنس من زينون، بوسيشن برا مع الهومنتمن. النتيجه 16 سبورتنج 13، 3 نقط فرق. جود بلاي، جود بلاي ريستوم، جود بلاي ريستوم، شو عم تعمل يا ريستوم؟ شوفوها بخدها قوي كثير بجسمه بيطلع، بوم حلو لريستوم. فيري نايس جيم بين الفريقين، واللعب رقم 13 اللي بخدها ريباوند لجونسون. ريستون بيكمل فيها، بيطلع على الميلي في هاتش، عروة عروة، ايه هيك ايه ايه روى هاتش. باتريك بعبود بياخذها على النقطتين، حلوة من باتريك بعبود، شو هالشوطة الحلوة، بتغزل بتبرم بتفوت بالسلة. والنتيجة 17-16 للبنان، لبنان مع الهومنتمن بطل العرب السنة الماضية وبطل لبنان، عم يلعب ضد مصر سبورتنج كمان بطل مصر، فاز بطل لبنان عم يلعب بطل مصر. جود ديفنس كمان هومنتمن، جود ديفنس، حلو الديفنس يا جونسون، فيري نايس فيري نايس. ريستوم هاتش بكمل فيها، يعطيها لريستوم، كان عم يجرب ياخذها على البوزيشن هيك 3 بوينت،
كمان هاتش هاتش بيعطي باتريك بعبود، باتريك بعبود بياخذها على 3 بوينت يا بلي. هيدي كان راح فيها البارود بالمره، هي هاي كانت بالمره. لا 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 ارجانس ارجانس راح فيها شاطه ورشي حلقه وجونسون ما بيحط باتريك بعبود. جود بلاي باتريك، يس ماي مان، حلو الاوفنسيف ريباوند. هاتش لايكو هاتش لايكو هاتش لايكو هاتش يلي بيكمل على شو هاللعيب شو هاللعيب ما حطه بس لعيب. عبدين ياخذها عبدين، لاعب الاجنبي معكم كثير انفولد مع الفريق المصري اللي هو سبورتينج، اتخذ على 3 بوينت. شو هاللعيبه شو هاللعيبه شو هالشوتينج روعه. درام 7 احمد عماره 4 3 نقط لهلا 4 ب 3 4 ب 2 1 قلنا باليد 1 يا ربي دخلك رجع توني بارود رجع على الماثيماتيك ايه 12 بس عم خبركم اياها لسهلكم اياها. هول شايفين قدامكم 19 نقطة 4 و 3 دوف 12 من 19 3 نقط مش لا مش مسموح كثير اوبن شوت. هلا بياخذوا اشياء بعيدة بس انه 19 17 لسبورتينج من مصر على الهومنتمن من لبنان. بطل لبنان ضد بطل مصر حديديان بهالجسم القوي والمهم بيفوت بيريح جونسون بهالوقت. جوم جايس حديديان لاعب مع الهومنتمن بتشوفوه جامد كثير بيلعب ستابل. هذا مدرب فريق سبورتينج. طابية مع مصر 13 عبدين عبدين لعب منتخب مصر. محمد خورشيد سبعة اللي قبل شوي كان حط الثري بوينتس نايس موف لمات شوي اللي عم نشوفه نمبر 15. كوارتر الاول اول بيخلص 21 17 لمصر.